الو، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك واعطنا من حكمتك واعطنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال جل في علا: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسن. ان شاء الله درسي حديث 40 النووي حديث كسغالات ايان كبلابنا كي سديدات ايو نو سو جوغي وانا درسي 3 دروس تا ان كقادنينو احاديث كتب 40 النووي. الحديث السابع حديث كسغالات عن أبي رقية وحلق وري تميم ابن أوس أها الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أن نذا سود قرنسا للتوكيد بأسوغنا تنسب الاسم وترفع القبر. قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم عليه: الدين دينت نصيحة ونستيح. دين تداد مقشي ونستيح. الدين الدينك نصيحة ونستيح. قلنا وحان داني بيدان صحابته لمن يؤتين. قلنا وحان داني بيدان صحابته لمن يؤتين. قال مكا رسول كوحير صلوات الله وسلامه عليه: دين توحي نستيحة أوتاي أولا لله إلهي بي نستيحة أوتاي، ولكتابه كتاب كيسي نستيحة أوتاي، ولرسوله رسوشي سي جمعنا أوتاي نستيحو، ولأئمة المسلمين المسلمين تهو غان كودي علماء دودي بي أوتاي، وعامتهم جميع المنا عامة دودي بي أوتاي. رواه مسلم باوري حديث كاس بغاري مسلم حديث تا انت بدن لغو كرسوني ها ايغا يا وريو. الحديث الثامن عندها أز أثامن كان سديد عندها. أنا أبي عمر ابن عمر وحلو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير النبي قال: أمرت وحلي أمري بيوري لما لم يسمى فاعله مجهول بالغ عبريا مجهول بكب نسيه. أمرت وحلي أمري أن أقاتل الناس ضدك إن لدق على ما أن يعني دقال كقاضو حتى أنتي إن لدق على ما يشهدوا أي قران أن لا إله إنو سن الله كلا جير النفيقاس إلا يدان فرح بدن رمان إني أنفيان إلا الله الله واحد كامو يعني إنتا سدي قران يعني وإقبت بادا يوم أمرت وحالي أمري أن أقاتل إن الله دقال مع الناس دتك حتى يشهدوا إلا أي كقران أن لا إله إلا الله الله مو يعني إنو سن الله كلا جير وأن محمد النبي محمدنا رسول الله إليه رسول كيسي إنو يهي ويقيم مركا أي أوغان الصلاة الصلاة دي صلاة دينا أي تكدان بعد شهادتين وحاقو حقو الركن الثاني محونو غدي الصلاة ويوتو زكاة الزكاة دينا أي بحيان زكاة وحويان وحالو أمري خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في سورة التوبة. خذ كقاد بالله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه من أموال مال كود صدقة زكاة كقاد تطهيرهم أتكون نذيفين إذا الزكاة أي نذيفين إذا مالك وياه ويقيم أي أوغان الصلاة الصلاة دي ويؤتوا أي بحيان الزكاة الزكاة دي. فإذا فعلوا ذلك هذي سلا سميان ويشهادتين كي قران أو صلاة كذان أو زكاة بحيان. فإذا فعلوا ذلك أسموا مني وحيقة إلى لين أموالهم مالكوضة دماؤهم ديقوضة إيو أموالهم مالكوضة إلا بحق الإسلام حق الإسلام وكما كاكو يشمو يعني قف كي حد قلو إن حد اللي قوه فيه وحان أهينو مكا لقولي يا مجرتو وحسابهم حساب توضنا على الله إلهي بيكور كي سآتي تعالى كورا هاي حديث كاس وحي يعني ورنا يو نكلا يرادو بخاري مسلم. الحديث التاسع حديث كسغالات عن أبي هريرة أبا هريرة نكلا يرادو
magaciisa saxdana waa cabdiraxmaan ibnu saqrin radi allahu tacaala canhu. Abaa hureyra daa maqashay magaciisa saxda waa kee? Cabdiraxmaan ibnu saqrin. Qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay, samictu waxaan maqlay waa ficilii faacil, samica waa ficilkii taadas lamiiru mutasil faacil wey nacwaa markii looko rasuulallaahi, rasuulallaahi rasuulka ilaahay oo oranaya yaquul oranaya maa nahaytukum waxaan idinka reebay canhu shaygaas fajitanii buu ka fogaada ho shaygaas maa nahaytukum waxaan idinka reebay canhu shaygaas fajitanii buu ka fogaada shayga isaga ah aye wamaa amartukum waxaan idin amrana bihi maagaas fa'tuu la imaada minhu xaggiisa ma stadactum waxaad kari kartaan kala imaada oo maxaa dhacayna fainamaa ahlaka waxaa halaagay man kaana duulkii ahaad alladiina kuwii min qablikum adinka idinka horreeyey kahratu su'aalihim kahratu masaa'ilihim su'aashoodoo aada u badneed iyo wa ikhtilaafuhum ayagoo khilaafi jira calaa ambiyaa'ihim ambiyadooda rawahu albukhaari waa wariyey muslimna waa wariyey xadiiskaas xadiista aan arbaciinka kusoo qaadanayna xooggooda waa arkaysaa manaa seexeynkay ku yaalla alxadiidu caashir xadiiska tobnaad can abaa hureyrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi abaa hureyro qaala rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaaha ilaahay tacaalaa amarkiisa la sarreeye dayibun waa wanaagsan yahay allah laa yaqbalu ma aqbalo ilaa dayiban wax wanaaga mooyaane wax wanaagsan waxaan ahayn ilaahay ma aqbalaya wa ina allaaha ilaahay amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu amray bimaa amara wuxuu amray bihi shaygaas almursaliina ambiyada mu'miniinta ilaahay wuxuu amray wixii ambiyada la amray buu ayagana amray markaasaa wuxuu yidhi yaa ayuha rusul rusushan kuwa ahow kuluu cuna min addayibaati waxawal wanaagga badan xaggiisa waxaad ka cuntaan macnaha cuna weeyaan wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsan mu'miniintiina waa laga rabaa yacnii hadda waxa lala hadlaya waa rusushii yaa ayuha rusul nidaa wuxuu ku dhacaya waa manaa rusushi waay laakiin wanaa waxa weeyaan mu'miniinta guud ahaan bay aayaddu cumuum u faa'ideynaysaa waayahay rabbi tabaaraka wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu iimaanka laga helay waayahay kuluu cuna min dayibaati maakii wanaagga badan xaggiisa rasaqnaakum annaga aan idinku irsaaqnay cuna allahu akbar fama intaa dabadeed dakara rajulu nin buu sheegay yutiilu safar safarkiisu uu dheeryahay ashcatha boor badan ashcatha basaasan akbara boor badan yamuddu yadahi ninkan safarkiisu waa dheeryahay safar dheer buu ku jiraa haye waa basaasan yahay rifrif buu leeyahay markaasuu boor leeyahay isagoo dhan dabadeed yamuddu yadahi ila samaa samaduu gacmaha u taagaya ilaahay buu baryaa yaa rabbi yaa rabbi buu ku hayaa samaduu gacmaha u taagayaa markaasaa fiiri wamadcamahu xaaraamun wuxuu cunay waa xaaraam wamashrabuhu xaaraam wuxuu cabayna waa xaaraan wamalbasahu xaaraamun labiskiisana waa xaaraan waqudiya bilxaaraami ninkaa waxaa la quudiyey xaaraam fa annaa yustijaabu sidee loo ajiibayaa marka nin xaaraan daaqay sidee loo ajiibayaa maxaa laga aqbalayaa asigoo dhan baa xaaraan ka samaysan aada iskaga fiiri xadiisku ahmiyad gaar buu siinayaa macaamiisha iyo qaabka aan wax u samaynayna mucaamalada oo dhan iska eg marka maxaarinta ilaahay dad ku dhacda waa khatar waayahay iska ilaale wuxuu ku leeyahay fama intaa dabadeed dakara wuxuu sheegay rasuulka rajulun nin buu sheegay yutiilu safar safarkiisu dheeraynaya ashcatha basaasan akbara booraysan yamuddu taagaya xaal yadahi labadiisa gacmood oo ila samaa samada u taagaya yaa rabbi buu ku haya yaa rabbi ilaahayow soo eg buu leeyahay waxaan ku weydiisanayaa wamadcamahu xaaraamu waxa la quudiyey waa xaaraam wamashrabu wuxuu cabay waa xaaraam wamalbasuhu waa xaaraamun u firso waqudiya bilxaaraam xaaraam baa la quudiye fa annaa yustijaabu sidee loo ajiibayaa ninkaas allahu akbar ilaw naga nabadgeli rawaahu muslim baa wariyey alxadiidu xaadii cashir xadiiska koo iyo tobnaad can abi muxamed alxuseyn waxaa laga wariyey ibnu cali ibnu abi daalib ahaa sibdi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam iwa rixaanatihi ahaa allahu akbar labadaa owlaad waa labadii rasuulka aad kuu jeclaa qaala wuxuu yidhi nabiga xafidtu waxaan ka maqlay min rasuulillahi ilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuulillahi rasuulka ilaahi xaggiisa waxaan ka xifdiyey maxay tahay dac ka tag maa yuriibuka wax alla wixii shaki ku geliyo wax alla wixii shaki kaa geliyo ku geliyo dhan iskaga tag waayahay xaggee ma aadaya
ila ma la yuribuka waxaan ku shaki gelinaynin ila ma la yuribuka rawahu tirmidi baa wariyay xadiiskaas wanisaa'in waa wariyay waqaala tirmidi wuxuu yidhi xadiisu xadiis waay xasanun wanaag badan saxuun saxa marka raqmadii wuxuu dhan buu noo sheegaa darsigeenni kutubka 40 nawawi xadiiska 11aad caawa halkaas ha inoo